مرحبا، انا اعطيكم اليوم معلومات عن عرض الطيران اللي بصير في اوتوا جاتينو كل سنة. زي ما انتم شايفين جميل جدا، خليكم معنا. الان داخلين على موقعهم، لو كتبتها AERO جاتينو اوتوا راح يبين لك. طبعا زي ما انتم شايفين العرض جميل، سهل جدا انك تشوف الموقع. عادة بشهر 8 و9 بكون عندهم عرض او اثنين، السنة كان فيري سبيشال عندهم عرضين. وزي ما انتم شايفين في شغلات كتير ممكن تشوفوها، انواع الطيارات. هو عدة ايام بكون، ممكن تروحوا تشوفوا الطيارات، حتى احيانا بخلوكم تدخلوا على الطيارات نفسها. التيكتس طبعا في انواع من التيكتس، في زي ما انتم شايفين فلايت هاب، بروفايل، اور جود. 3 ايام ممكن تشتري يوم، ممكن تشتري 3 ايام، الادلت بيختلف. كل هاي الاسعار موجودة على الموقع. طبعا وممكن تعرفوا الوقت وتشوفوهم مجانا، راح يطيروا فوق البرلمان، هذا ماست. فإذا حابين تشوفوهم بس وقفوا قدام البرلمان وراح تشوفوا هذا العرض. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع